قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الإيمان دواء وعلاج، شفاء وهدى ورحمة ولا غنى، ولذلك لا عجب لا مسلم يهتف بوجوب تطبيق شرع الله والعودة للكتاب والسنة كأسقف أو أكبر أسقف في إنجلترا طالب بتطبيق بعض التشريعات الإسلامية، وإن كنا نعتب عليه ولكن هذا الرجل على قدر حالي يتكلم، وإلا فيقال له ولغيره: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما. لابد من نظر ثاقب في الواقع، من على الأقل من حيث هو واقع، على الأقل من حيث، وحتى لا تسود أنت الصفحة، لا هي ليست سوداء قاتمة، على الأقل يعتبر فيها بعض البياض، بعض البياض. يقول: مليون واحد بخلاف ترك مليون قبطي الديانة المسيحية، ده على حد تعدادي، ويقول أسماء موجودة في سجلات الجهات الإدارية المختصة. حذر ماكسيموس من انقراض المسيحية في الشرق الأوسط، وأنا أقول لك والله ده طوفان التدين ما شاء الله لا قوة إلا. أنت تفتكر مثقفين ولا صحفيين ولا غير دول بيعبروا عن نفسهم؟ ده الواحد منهم زي اللي بيبص في المراية، صاحب بيمتلك صحيفة والصحيفة تقول الله إيه ده صوت عالي قوي، لا أبدا، ده بيعبر عن نفسه، ده الشعب كله في وادي تاني، الشعب والله الحمد والمنة البساط مسحوب بفضل الله من الكل، من الكل. طوفان تدين ظواهره كثيرة وعديد، لم نغالي عندما قلنا وكررنا هذا ونكرره عن عمد. يقول: حذر من انقراض المسيحية في الشرق الأوسط إذا استمرت أعداد تارك المسيحية على هذا المعدل الفظيع. أنا بقول لك وشاهد شاهد من أهلها، بننكر مش عنك، لا، عن الرجل المسلم اللي بينسب لتشدد وتطرف، لا أبدا، ده عن ماكسيموس. يقول: وتطرق ماكسيموس إلى إعلام مركز البحوث الاجتماعية والجنائية الذي أبرز تنامي أعداد المسجونين وحالات الجريمة بين الأقباط إلى أرقام غير مسبوقة. دي كلمة متينة جدا، الرجل حقيقة نقل خلاصات بعيدا عن متاهات التفاصيل، وحين بتوه المخ تفاصيل احيانا البعض مخه لا يستوعب ابدا تفاصيل، عايز كلمه مجمله كلمه مختصره، يقول لك هات من الاخر ونحو ده. فماكسيموس بيجيب من الاخر، ان اعداد المسجونين وحالات الجريمه بين الاقباط وصلت الى ارقام غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديثة. أرسل ماكسيموس خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبتراير الكرازة المرقصية، على مقر بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، بعنوان: كيف ستواجه المسيح بعد هذا الفقد الهائل من الرعية خلال فترة رعايتكم للكنيسة؟ وكأنه بيستحس ان قوم بدورك، اعمل شغل. ليه؟ لان الكنيسة انها تقرأ كما ذكرت لك العناوين والتصريحات، يقولك الامر تقول ده البلد كلها صارت بهيئة كذا، ابدا ابدا.
انظر يقول: وأكد ماكسيموس أن الخطاب مزود بسديه لاجتماع بعض الأساقفة مع الكهنة في مؤتمر حمل عنوان مكافحة إسلام الأقباط وسبل القضاء على ظاهرة الارتداد عن المسيحية. ما الذي أقام المؤتمر؟ كبار القساوسة الأرثوذكس الموجودين في الكنيسة واللي هم مناوئين لماكسيموس مخالفين له، وكأنه أراد أن يدعم كما ندعم أدلتنا ويقول أحيانا وشاهد شاهد من أهلها. ده نفس القضية عند ماكسيموس، عايز يقول وشاهد شاهد من أهلها من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية لأنه مناوي، هو مدعوم من الخارج، مدعوم من الخارج وكان عايز يسيطر على الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، ولكن لم يستطع ذلك. فبينقل أدلته براهين بيدلل بها على ما يقول. ما الذي ذكره؟ يقول: والذي أقامته لجنة تثبيت الإيمان ورعاية أسر المرتدين يتحدث فيها الأنبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا بخوميوس أسقف البحيرة، والأنبا بشاوي مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا موسى أسقف الشباب، عن الزيادة الكبيرة في تحول الأقباط إلى الإسلام. في تحول الأقباط ده تم باستكراه بعنف وتشدد تطرف إرهاب لأبد، هينقل هو. أوضح ماكسيموس أن الارتداد عن المسيحية يكون طواعية، يكون الناس بتدخل برجليها في دين الله، مش مسألة استكراه حد وحد ضربها وحد خطفها، لا أبدا، كل دي دعايات مغرضة. يكون طواعية ولا يوجد ما يدعيه البعض من وجود ما يسمى بحالات الخطف والإجبار على الإسلام، وأن المكتب البابوي يستقبل يوميا اختارات إسلام مسيحيين بأعداد كبيرة جدا تصل في بعض الأيام إلى أكثر من 80 حالة. الاختارات اللي بتصل للمكتب البابوي لمكتب الشنودة دي عبارة عن 80 إلى أكثر من 80 حالة كل يوم، كل يوم. تقول سبحان الله، لما تقرأ أنت وتطالع عن الغرب أمريكا وما أمريكا وانجلترا وما انجلترا، نفس القضية أعداد. ده الغرب متخوف إن عدد المسلمين حيزيد على عدد النصارى سنة كذا سنة كذا، عدد المسلمين في أوروبا، لا أقول في مصر، لا في أوروبا، حيزيد على عدد بقية أهل الديانات الأخرى. فالحاصل في مد في طوفان تدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لك مهمة ولك دور في تعميقي، وهذا الذي نقلت أنا هنا أيضا بيتشابه به أو مع ما ذكرته نيويورك تايمز، أن الشباب المصري بيتجه للتدين بسبب البطالة والعجز عن الزواج. والله ده شباب يبقى واعي لما يتجه للتدين بسبب الفقر والعجز عن الزواج، ما ده علاج والله. بس يا ريت الانسان حتى لو كان قادر على الزواج وغني وملياردير يبقى برضه مؤمن. والعلماء تكلموا ايهما افضل، الفقير الصابر ام الغني الشاكر؟ قالوا أتقاهما لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان البعض حتى مع الفقر، ما هو ده الإيمان حشمة علاج، كان البعض يمر على الفاكهة ويقول: إنك لمن حاجتي ولكن لا سبيل إليك، موعدك الجنة، موعدك الجنة. أي والله، ما ماذا تصنع؟ تحسد، تحقد، إنسان يسرق، يرتاشي. بالنسبة للشباب عاجز عن الزواج مشكلة والله، حتى تعالج وتحل. صن نفسك، وليصف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الزواج فعلا عصمة للنفس ودين يدان به لله وأعظم السنن المؤكدة، ولكن أنا لا أستطيع، ماذا أصنع؟ أنا يعني أعمل بمعصية الله، ما يصح. التوكل على الله، تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار علاج، يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
النار. الدعاء العبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة مع أنت فقير. اسمع كما صنع نبي الله موسى وقل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خد البصر لا ممارسة العدس اللي لا ده المعاصي حتعود بك إلى وراء وراء لن تعالج مشكلة. عدس اللي وإطلاق بصر للنساء وأصلنا مفتون بشهوة النساء. غد بصرة قلبك هيحترق ولم تتوصل أنت لشيء لا زواج عرفي ولا زنا ولا غير ذلك. كل ذلك مباء تدمير للبلاد والعباد تدمير للنفس. يا لذة ساعة وألم ده وألم ده. الدنيا لا تنصلح إلا بدين الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن الجريدة هذه الأمريكية هذه تعلل أن الشباب المصري بيتجه للتدين. ما كما ذكرت لك أنا لا أرجو بالغيب ده أنا ذكر ده أنا في كل مرة بأنقل أنا كثير من الصور اللي طرأت على الأمة بما فيها حتى الرياض. نخطئ ونصوب ولكن ظواهر كثيرة لافتة في محيط الفن غير وإحنا بنقر الفن ولا ما فن لا أبدا أبدا. ولكن رغم ذلك في مؤشرات كثيرة للتدين لا تخطئها العين. كنا فين وبقينا فين ده معنى حق فعلا. كنا فين وبقينا فين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأنت مدعو لممارسة المزيد. ابذل وسعك لا تدخر جهد في طاعة الله. وإن كنا طبعا بنعتب على الجريدة وهي أهل للعتب والعتب قد تقول لا محل له كفرة لا دين عندهم ولا بصيرة لديهم. إن الشباب المصري بيتجه للتداوم بسبب البطالة. طب لو كان الشباب ده غني لو كان الشباب ده في شغله ومديرين ورؤسة مش هتتجه للتدين. خاب وخاسر. والنهاردة كاستقراء كاستقراء يعني كان دية البدايات. ما هو في قصة هرات مع أبي سفيان سأله ترى علي أسئلة عشرة استشف منها هرات أن لو كان ما يقوله أبو سفيان حقا فسيملك النبي صلى الله عليه وسلم موضع قدمه. وإيه اللي حيخلى أبو سفيان يكذب؟ ده كان على الكفر. ده هو لو وجد ثغرة ينفذ منها لا نفذ كان على الكفر. فقال بما هو واقع وفعلا امتلك النبي صلى الله عليه وسلم وامتلكت الأمة موضع قدمي كسرى وقيصر. فتحت قصورهما وأنفقت كنوزهما في سبيل الله وهذا من دلائل النبوة وحدث ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. كم من جملة الأسئلة أشرف القوم اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. واستنبت هرق أن هؤلاء هم أتباع الرسل في البداية الفقراء الضعف. ما فيش إشكال مش عيب أبدا الإنسان يكون فقير بس يكون مؤمن. العيب أنه هو يكون عاصي منحرف عن منهج الله تبارك وتعالى. فالحاصل قال سأله أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال وكذلك الإيمان حتى يتم. هو حيرجع أحد عن ديني سقطة بعد ما زق الحلاوة يرجع لمرارة الكفر والعصيان مرة ثانية. هذا لا يفعله إلا سفيه هذا لا يفعله إلا سفيه. الحاصل أنت باستقراء اليوم لما تشاهد الواقع تقول كل الطبقات متدينة. التدين مش قاصر على واحد فقير واحد عرفته اتربى تحت السرير زي ما بيقولوا كده وعايزين قال خبر اجتماعي يقول لك خبر اجتماعيين خبر اجتماعيين عايزين يعالجهم وخبر نفسي عايزين يعالجهم لان دول اللي عارفين شرع ولا عارفين واقع. ما انا والله كل ما اقرا انا عن اللي اسمه عكاشه ورئيس الجمعيه الطبيه النفسيه العالميه اقول سبحان الله ده خبل ايه ده ده خبل ايه ده ده عايز اللي يعالج له نفسيته. أي والله كل سطر أقرأ وأطالع ده كل كلمة عايزة مراجعة مش كل سطر عايز مراجعة مش الموضوع كله عايز ده كل كلمة بينطق بيها. فده شأن الإنسان إذا ما تباعد عن دين الله. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. كما ذكرنا التدين ضارب بجذوره في كل القطاعات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش إن الفقر هو اللي دفع وحتى لو كان الفقر تم تعالجوا الفقر عشان ما أنتم أنتوش محبين للدين تم تعالجوا الفقر خلوا الناس كلها أغنية خلوا الناس كلها مليونيرات بمصطلحكم عشان يكفروا
مشكلة. اشمعنى دي اللي ما بتتعالجش؟ اشمعنى دي اللي مش قابلة ابدا للعلاج؟ مشكلة مشكلة. حياتهم بتستعصي على الحل، بتستعصي على الحل. أنقل لك بعض اللي أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الشباب في مصر يتجهون إلى التدين بعد أن اختنقت أحلامهم بسبب الإحباط واليأس، جراء البطالة وعدم القدرة على تحمل أعباء وتكاليف الزواج وإقامة أسرة مستقلة. طب أنت والله ده حتى دي الناس دي ده يقول لك مؤسسات ودراسات، يعني أنتم ما لقيتوش إلا الفقر؟ ما فيش الا الفقر هو اللي سبب مشكله البطاله ومشكله العنوسه مثلا؟ ما انا واحد غلبان مسكين والله، بس اطرح لك 20-30 سبب. لا انا مركز ابحاث، ولا انا اللي مركز دراسات، ولا انا اللي جيش جرار باتقاضى الملايين، انا من وراء الابحاث، وتجد ابحاث كلها خايبه زي بعضها. ان الفقر هو كان سبب التدين، والفقر هو كان سبب العجز عن الزواج. الله، بس الفقر حطوا سبب والسبب من جملة الأسباب، ده فيه 20-30 سبب. 20-30 ممكن يكون الفقر أعظمه، ممكن يكون. ولك مش هو السبب الوحيد؟ انت مركز دراسات. ما دي بتسمعوا عبارات انتم مبهرة قوي، والبعض منكم معلش في التعبير اعشى احيانا يقول لك ده مركز الدراسات العالمية، واحيانا بعض اللي اقول لك ايه، حجر صغيرة اطلقوا على نفسهم الجامعة العالمية الدولية. الله، ايه اخويا جامعة عالمية دولية؟ دي انت اوضة مش باينة تحت السلم. ايه جامعة عالمية دولية ديت؟ مشكلة. ما هو ده عصر الإبهار. عصر هو ليه انتشرت الأسماء والأجنبية؟ عصر إبهار. عصر إبهار، الواحد عايز صورة مع رقاصة مع مغنية عشان يشتهر. عصر شهرة، عصر شهرة وطلب للشهرة والدعايات ويقول لك ده أمريكاني. خلاص أسكت، أول ما قال لك أمريكاني أسكت، ما تتكلمش ما تتكلمش. مشكلة مشكلة. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست أنا بالماكر المخادع ولا الماكر المخادع تنطلع حيلاته. ده أنا ححلل الدراسات ونيويورك تايمز وغيرها ودراسات واستخبارات واقفة وراها، هقول ده الكلام ده كلام على الأقل ناقص مبتور، ضعيف جدا ضعيف. تقول لي ده مركز دراسات، مركز دراسات ما غير مركز دراسات. المفروض ان نعول على ما جاء في الكتاب والسنة، ونتعرف على السنن الكونية وعلى السنن الشرعية. ذكروا ان الشباب بيضطر قسرا الى تأجيل الزواج الذي يعتبر بوابة الاستقرار والنشاط او الاستقلال والنشاط الجنسي واحترام المجتمع واحترام المجتمع. ونبهت الى ان الشعب المصري كان دائما متدينا، ده واقع امر، هذا حق يقبل من كل من جاء، ده شعب متدين فعلا. الشعب المصري على جهة الخصوص شعب تدينه أعلى نسب التدين الموجودة تكاد تكون في المنطقة كلها. لو احتكيت بالناس في دول الخليج، في حتى في السعودية هنا أو هناك، تقول الشعب ده متدين فعلا بطبعه، متدين بطبعه. متدينه ده ما هوش فرعوني ولا هو كذا، لا أبدا، لا ده لا داعي للمغالطات. الشعب ده عنده إسلام، عنده دين، وحتى اللي ما عندوش إسلام ودين بيدخل في الإسلام والدين، بيدخل في الإسلام والدين. أوضحت وقالوا مستدركة بأن الشباب في الوقت الراهن أكثر تشددا في تفسيرهم للدين. التشدد عنده أن أنت تسيب لحية، أن أنت تقصر الثوب، أن البنت تتحجب، ده التشدد عنده. ده إنما نكون مايع مفيش لا لون ولا طعم ولا ريحة، هو ده التدين عنده.
هو ده التدين. لابد أن نستعصي على حيل شياطين الإنس والجن. أوضحت أن الأجيال السابقة من الفتيات كنا يغطين رؤوسهن، وقليل من الشباب اعتادوا المواظبة على إقامة الصلوات الخمس في المسجد. أما الآن فقد صار الحجاب عاما بين النساء. إذا كنت رصد الأعداء تيجي أنت عايز تسود الصفحة، لدي احنا بنقدم في مالطا، لدي انت بتقدم في خرابة، لدي مين اللي يسمع؟ مين اللي يسمع؟ انت ما انت لا انت عارف حاجة ولا تتكلم انت في حاجة، طالما ما انتش عارف حتى الدنيا اللي انت عايش فيها ما انتش عارفها، ما فيش داعي للكلام، هتيأس نفسك وغيرك، هتقنت الدنيا انت. ده واقع، ده واقع، ولذلك حصل لهم نوع من الاستفزاز ونوع من الطيش لما وجدوا التدين على مثل هذا النحو. ايه يفعلوا؟ ايه اللي هيفعل؟ ما هو غزو فكر وغير غزو فكر، ما فلحش، ما نفعش، ما نفع. بيضربوا الأمة ضربة والأمة تستيقظ أكثر، كل ما يضربوها ضربة يعملوا لها خطة الأمة تستيقظ أكثر وأكثر. ده والله ده فعلا أمر محير، محايو، لكن لو أسلموا وجوههم لله لنحلت كل حيرة وكل عقدة. فصار الحجاب عاما بين النساء، وصارت المساجد تعد بالمصلين من الشباب. صدقوا في سنوات مضت كنت تشوف إلا 3-4 كسر على وشك الموت، 3-4 على وشك الموت هم دول اللي يدخلوا المسجد. مش ممكن تشوف شاب، مش ممكن تشوف شاب. النهاردة الشباب الصغير في الحرم مش حتى في المساجد أكتر من كبار السن. الفتيات مش ده كان في يوم من الأيام الشباب الخليج ده والسعودية كله على أوروبا، خلاص ما بقاش حد يروح أوروبا ولا أمريكا، كله على الحرم. الأجازات وغير الأجازات دي كانوا كلهم يقضوها في أوروبا، رجالة وستات. النهاردة خلاص كله في الحرم ما شاء الله. تلاقي ان الفتيات الصغيرات المجلبات في عز الظهر بيطوفوا بالكعبة، تخجل من نفسك، تحتقر نفسك، انت تقول سبحان الله ده انا قاعد مش قادر اتحرك، والفتيات في عز الظهر مش حتى وقت يعني، لا في عز الظهر بيطوفوا بالكعبة. ايه ده ما شاء الله لا قوة. شباب بيعمر المساجد صغير السن، حافظ لكتاب ده النهاردة، حتى القراءات ده مش حفظ القرآن، ده حفظ القرآن وكأنه تقول ما شاء الله من جملة المسلمات. لا ده الشباب مدفوع للقراءات وكله ده بيجمع العشر قراءات. ايه ده ايه ده؟ ومحيط النساء اكتر من محيط الرجال، ولو عملنا مسابقة هتفوز الاخوات عن الاخوة، انت واخد بالك؟ وحفظ لكتاب الله، وتلاقي النهاردة اشياء مبهرة، اشياء مش ممكن تضيع، مش ممكن. لما تقرأ السنن ان الله يحفظ دينه، الثمرة دي لها ما بعدها، لها ولا تعلمون نبأه بعد حين. يقول على كل حال ده يقول وصارت المساجد تعد بالمصلين من الشباب على مدار اليوم، وغالبا ما يكون آباؤهم معهم، حتى الآباء معهم، هو ده الرصد. بيفسروا الماء بعد العسر بالمتاب، وبعدين الدنيا دخلت في الدين والمساجد امتلأت، وبعدين انتوا هتعملوه؟ فين الخطط الجهنمية اللي انتوا عملتوها مع الأمة؟ إن الله يحفظ دينا. لا داعي لليأس، لا داعي للقنوط، احنا التفاصيل بنستوعبها في الخطبة والدرس، بنستوعب تفاصيل كتيرة وممكن نذكرها، بس اوعى تشوش على معاني الكلية الإجمالية. ممكن تسمع وانت بتشوف الدنيا، ممكن تشوف واحدة متبرجة، واحد بيشتم والتاني بيسب والتالت بيصد عن سب، ما تيأسش. الخير واجد باصطلاح السعوديين، تقول الخير واجد، والله غالب على أمره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.